دقيقة حاج لك حاجة لك حاجة يا أستاذ. أحكي كل شيء، أحكي كل شيء. يلا يا حباب احكي كل شيء بتعرفه. بحاول كل شيء بعرفه وكل شيء بدك اياه. هات لنشوف يا سيد زياد، احكي لي. سيدي انا بعد ما تقوصت ما عاد حسيت بالدنيا كلها، ولما فقت لقيت اخي صابر وعيد مهربيني من المستشفى. ايه بس هذا الحكي ما بيهمني انا. انا بدي اعرف مين قتل فاطمه واحمد. سيدي الله وكيلك انا ما دخلني. صابر اخي هو اللي قتلهم، احمد كان رفيقي وزعلت عليه كثير. زياد بدك تحكي كل شيء بالتفصيل الممل، احكيه. خلص راح احكي. الحقيقه يا سيد عمران نحن شكلنا ظلمنا له. يعني الحمد لله ظهرت الحقيقه. زياد اعترف بكل الجرائم وان شاء الله الامور رايحه للحل. اي الحمد لله، الله يبشرك بالخير. بس هذا الحكي ما بيعفيه من هروبه من السجن، لان هي بحد ذاتها جريمه والقانون بيعاقبها. يا حضره المحقق، الرجال هرب مشان يثبت براءته، لا اكثر ولا اقل. بغض النظر، الهروب هروب، والحاسم بهذا الموضوع القضاء. خلونا نجي الحكي بهالقصه هي، ما في شيء ما له حل. مثل ما عم يقول عمي ابو طلال، والله مزبوط كلامه. يعني هلا المهم نخلص من المشكله الكبيره، وباقي الشغلات كلها بتنحل لحالها باذن الله. يعني معقول بعد ما ظلموه يحاكموه على غريبته؟ قلت لك اتركها عمي عمران. انا راح اعمل اتصالاتي وما راح انساك، وباسوء الاحتمالات اخي بنجيب عفو عن هالشيء. الله يديمك عمي ابو طلال، والله ما بعرف كيف بدي ارد لك يا هلا. والله انت دائما مفضل شر شر. امشي يا ابني. ايه خليها تيجي معك على الشغل من بكره. تطريزة الفلسطينية كتير كتير حلوة وبتعطي تقل للقطعة. تعرفي انا ما كنت بعرف انه في بالشام حدا بيشتغلها. ايه اكيد، خلص رح اجيبها معي. ربيعه وينها؟ ماني شايفتها. ربيعه ما اجت اليوم. يا خطي هالبنت شو معطله. الله يقومها بالسلامه. بتعرفي شو؟ بس خلص شغل رح اروح واطمن عليها. ليه انت بتعرفي وين بيتها؟ ايه ما انا امبارح شفتها واقفه برا. يا خطي كانت تعبانه كثير مو قدرانه توقف. رحت ووصلتها على البيت. يلا الله يقومها بالسلامه يا رب. امين.